لتسليط الضوء أكثر على استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في ظل دعم من إيراني يؤجج الموقف في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن اليمني عادل الحامدي. أهلا بك سيد عادل. يعني بحسب الخارجية اليمنية فإن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار. بداية، ما الهدف من خرق ميليشيا الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار؟ تفضل. شكرا جزيلا لك ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد ما تمثله أو المسعى الذي تهدف إليه جماعة الحوثي في اليمن هو ممارسة مزيد من الضغوط على قوى التحالف وعلى الأجنحة الموالية لها داخل اليمن، رغم أن من يدفع الثمن في ذلك هو المواطن اليمني. الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي في اليمن والتي تأتي بدعم من قوى إقليمية معروفة وهي إيران تحديدا، هدفها مرة أخرى إشاعة أو تأكيد القناعة بأن الحوثيون هم طرف أساسي في الشأن اليمني، وأن أي تخريجة سياسية لمستقبل اليمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، أي معطى أن الحوثيون هم طرف سياسي فاعل وأنه لا يمكن الحديث عن حل الأزمة اليمنية دون الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى. المعطى الثاني وهي الرسالة الأهم، وتأتي هذا التصعيد الحوثي بينما إيران الداعم الرئيسي تخوض معاركها السياسية مع الدول الغربية في فيينا عبر مفاوضات تسعى من خلالها إلى رفع الحصار الدولي المفروض على إيران وإنهاء العقوبات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي تعالجها إيران. سيد عادل، كيف ترى موقف المجتمع الدولي من استمرار الميليشيات في انتهاكاتها وخرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية؟ طبعا نحن نتحدث الآن عن أن الوضع الذي يعيش فيه اليمن والذي يؤكد المجتمع الدولي أن نحو 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من نصف اليمنيين هم لاجئون ونازحون جراء هذه الحرب، وأن المجتمع الدولي يقف ربما متفرجا وصامتا وأن البعثة الأممية لم تستطع أن تحقق أو أن تضغط على الأطراف الفاعلة في اليمن لإنهاء حربها. ربما هذا يأتي في سياق إعادة ترسيم الخارطة العربية انطلاقا من اليمن، وأن للأسف الشديد أن الحرب الجارية في اليمن هي حرب بالوكالة عن أطراف إقليمية معروفة، والأطراف هنا معروفون. إيران تخوض حربها ضد السعودية ودول الخليج في اليمن وفي عدد من العواصم العربية الأخرى، وللأسف الشديد الدول الجارة لليمن وعلى رأسها السعودية هي الأخرى تخوض حربها ضد إيران في اليمن. نعم سيد عادل، يعني هناك شكل آخر أيضا من أشكال انتهاكات ميليشيا الحوثي. المعلومات تفيد أن ميليشيا الحوثي تجبر سكان قرى بالحديدة على مغادرة منازلهم وحولتها سكنات عسكرية. كيف ترى مثل هذه الإجراءات بحق المدنيين؟ طبعا مرة أخرى كما قلت لك بأن إصرار جماعة الحوثي على تأكيد أنهم طرف قوي وعلى غلبة الجانب العسكري في مواجهة أي عودة لمظهر سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على اليمن وعلى أيضاً على المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين هي من بين الأدوات التي تستخدمها جماعة الحوثي في إعادة ترسم الوضع السياسي والمجلس السياسي في اليمن. أعتقد بأن إصرار الحوثيين دليل آخر على أن المجتمع الدولي ليس جادا في إجبار الأطراف اليمنية على الوصول إلى إنهاء الحرب. النقطة الثانية وهي النقطة الهام بأن الحوثيين واستمرارهم في التصعيد وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن هي رسالة أخرى من الإيرانيين بأن طهران ليست في وارد التراجع وأن ما أنجزته طهران لن يتم التراجع عنه تحت أي ضغوط.
من لندن الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن اليمني عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.